صبحوا وانتم مع الرئيس، وتصبحوا وانتم الفايز، وتصبحوا ونصبحوا وحنا حجاج. كيف بقيتي ولاباس؟ كيف قول مهمه الحبيبات؟ تنتمنى الله يكون كل شيء على خير، واللي عنده المرض الله يشافيه، واللي نقصه رزق الله يكتب له رزقه، ونتمنى الله تكونوا كلكم على خير. هذا هو المهم، في صحة جيدة وراحة البال. وصباح النور والسرور والصلاة على الرسول، وصباح الزهر مقطر والتمر معمر، وصباح الخير والخمير ورزق الوفير. هنا كما تتشوفوا عندنا ماش ندير فيديو قصير، نظرا اللي جاو تيجيو بزاف ديال الطلبات ديال يعني كيفاش نتصرفوا، خاصة الشابات المقبلات على تبارك الله على الزواج اللي تيكونوا هاد جدادين تزوجوا ولا ما فيها، بس كنا يعني تنصحوا تناصحوا وتنفيدوا وتنستفادوا. اول حاجه اللي باش نقول للشابات تبارك الله اللي عاد يعني مدوج ليهم في الدنيا كما تنقولوا، باش تكون مراه دائما يعني عندك حضورك وعندك وزنك وعندك يعني تتكوني دائما مميزه وتتكوني راقيه وتتكون بليستك، تتكون ما تعمرها حتى شي حاجه لا بالادب ولا بالاخلاق ولا باي حاجه. اول حاجه ملي تنكونوا حطارين، تنكونوا حطارين دائما كيف ما تنكونوا يعرف الجميع حنا المغربيات تنكونوا في احسن حله، يعني المسكين على قدو لاباس عليه على قدو، المتوسط على قدو، ولكن بعد النوبه تنقصونا شي نصائح ما فيها باس نستافدوا. دائما تنشوفوا الالوان اللي تواتينا، ما تنقلدوش في واحد السيده لابسه واحد الثوب وانا نمشي بحالو ونلبسو، واحد السيده دايره واحد اللون وحتى انا نمشي ندير بحالو ونلبسو، لا، تنديروا الحاجه اللي تتواتينا، تنديروا الحاجه اللي تتوالمنا على قد المستوى ديالنا المادي، باش ملي تنكونوا حطارين كلشي تيعرفنا وكلشي عارفنا المستوى ديالنا، يعني واش لاباس علينا او المتوسطين او فقراء، باش الا كنا من الطبقه الفقيره والفقر ماشي عيب ما تلبسش اكثر من المستوى ديالي، تجي طايحه لك القيمه. دائما تنختار الحاجه اللي تتواتيني، هذه حاجه. ثاني حاجه، هادو عندهم شنعه بزاف وكلشي تعرفهم، كلشي تيديرهم الفناير ياك بالسقليب منبتين بكلشي، كل واحد وراسو كما تنقول، ما تنعممش وما تنقولكمش، يعني اللي حب النصيحه ياخذها، اللي ما حبش يخليها على جنب، دائما تناخذوا نصيحه اللي تتوال منها. باش تكوني مراه راقيه، باش تكون حطاره وتتكون لابسه لبستك ديال التضخيم ولابسه لبستك ديال الفريع وخسره عليها الفلوس وانتي مراه في يعني هذا، ما تنديروش هادو انا ما تنديروهمش هادو في الحطره، باش نكونوا معروضين. هادو تيجيوك بحال اللي جالسين وحنا مخملين على يدينا، بحال اللي راحنا ماش ندورو الشغل، بحال اللي راحنا حنا المسؤولين. هادو تيداروا مثلا ينداروا فاش تنكون انا لابسه متوله وعندي شي عشيه ومستقبله الضياف ديالي ومستقبله، وهذا الشيء كان شحال هادي دابا اللي يعني اللي ما عندوش تريتور، ملي تتكون انتينا واقفه على شنو ما تقدم شنو ما تحط شنو انتينا هي مولات الدار، تنديرو هادو على لبستنا وتنكونو معلين يدينا تنبانو حنا هما مالين الدار، ما تنديرهمش الحطره لانهم تيجيو انا تيجوني بحالهم بحال التخمال. هذه حاجه يعني مخملين على يدينا كاننا رحنا يعني رحنا حنا هما اللي واقفين على الشيء، اما ملي تكوني حطاره بقلدتك بشخصيتك بكل شيء ما تنديروهمش. حاجه واحده اخرى، ملي تنجيو نجلسو ما تنشوفوش واحد المكان ضيق ما بين جوج ونجيو ندخلو، وكما قلتها لكم في واحد الفيديو وندخلو ونجلسو بزز. تاني حاجه، واللي ما تجيش للمراه نهائيا الا كنتي حبيتي تبقاي راقيه، ما تنديروش رجل على رجل ونميلو هكذايا ونجلسو مايلين ورجل على رجل، ابدا تطيح من قيمتك. دائما تنكروازيو رجلينا، اللي سريع على المنيه وملي تتعينا تجربوها بالتجربه، واللي سريع على ملي تنعيا وعاود تنقلبوا رجلينا هكذا. شفتي الجلسه انا من كرواسي دايره رجل من دايره رجليه هكذا لتحت، عاود ملي تنعيا تنولي نرد رجل على رجل من التحت، ما دايراش بحال راجل هاز رجلي ودايرها على رجل الاخر. هذه حاجه، ملي تنجلسوا دايرين كروازين رجلينا من التحت، لاحظوا الجلسه تتجي سبحان الله العظيم، تتجي كتافك واقفين، تيجي ظهرك واقف،
دائما تتكون من مورانا الخديه او الشليات باش تنكونوا جالسين يعني جالسين جلسه راقيه، ما تنجلسوش نديرو هكذا وما تنجلسوش نديرو هكذا، ولا تنميلو على اللحدانه ولا تنتكاو على اللحدانه تنضيقوها ابدا، تنجلسو هكذا جلسه راها مريحه جربوها ماشي اصطناعيه. دائما تنقول لكم ما تصنعوش، حيت الا تصنعنا تتباني مصنعه مليون في المية. ملي تنكونو جالسين جالسين حنا جالسين شفتو الجلسة جلسة عادية، ظهري مقادد، كتيباتي مقادين، كلشي مقادد. هادي حاجة. تاني حاجة، دائما لابدنا من لي زاكسيسوار ما نعمروش بزاف، ما نمشيوش لديك لي زاكسيسوار ما صبتلهمش السمية بالعربية سمحولي، ما تنديروش اي حاجة شي بلاستيك ولا شي حاجة غالية ولا شي حاجة، دائما تنتقادو تنشوفو اللي تيوالمنا باش تزيدك جمالية وتزيدك اناقة، وما تنعمروش داكشي اللي تيبري تيبرق، ولا واخا تيكونو عندنا الذهوبات وتيكونو عندنا مالين الخير، نتوما مالين الخير، حتى حاجة ما تتمنع من الموت او من المرض. تنخفو تنديرو الا كان عندنا دبلون، كانت عندنا سريتلا، كانت عندنا، ما تنديروش كلشي ذهوبات والمضمات الذهب وتمشيو تنبرقو بحال اللي حنا جالسين في المكازا، تنديرو حاجة كبيرة تكون عليها يعني قيمة، وتنخلطو شويشة كديك شويشة هكذا. لا حاجة واحدة أخرى، ما تنديروش المجدول نمشيو حطرين به، إلا كنت حبيتي تبقي راقية المجدول تنديروه للسيدة اللي حاملة، حيت المضمة تتجي فولكار، المضمة ملي تتكوني حاملة كشكل فمك ونتي دايرة مضمة من هنايا مزيرة عليك ما تتجيش أنيقة، تدير مجدول الحريق او السقلي او داكشي اللي كتب لك الله باش تكون مرخوف وتكون انيق، وجربوها وتعرفوا. هذه طبعا كيف ما تنقول لكم دائما، الا حبيتوا تكونوا مميزات وانيقات وراقيات ومميزات، هادشي اللي حبيت نقول لكم، حيت كل وحده عندها باش تتميز، وكل وحده عطاها الله تعالى الجمال ديالها، ولكن دائما تنحاولوا تنحسنوا من السلوكيات ديالنا، تنحسنوا من الجلسه، تنحسنوا من اللباس، تنحسنوا بزاف الحاجات باش تنزيدوا حاجه على حاجه، ولكن دائما كما تنقول الكمال لله، ما كامل حتى شي واحد، هي تنحبوا ان نكونوا راقيات انيقات كسيدات مغربيات انيسات، باش تنكونوا في الطب ديال الرقي ديالنا. تنتمنى على الله هذا ما كملتكم شي هذا، كيف ما تتشوفوا الا كنتي محجبه تيجي طبعا تيجي نازل باش تكونوا دايرين الدريره، تيبقى هذا الشيء كله تيبان، ماشي حيت دايره انا الحجاب نخلي راسي بلا مجوهرات، نخلي راسي بلا هنا صبتهم لي زاكسيسوار. وكيف ما قلنا، ودائما تنختاروا الحاجه اللي تتكون عندها واحد القيمه باش تتبقى لك وتبقى البنيته ديالك، وما تنرميوهاش يعني تنخدموها مرارا وتكرارا، تنخبعوها حتى تنساو وتنوليو عاوتاني جبدوها، ملي تنجبدوها تتبان بانها مثلا جديده، ودائما ما تدوش عليها، ما تيدوزوش عليهم لا مود، ونبقاو تنخسفو في الفلوس. تنتمنى الله نكون فتكم هذا النهار، وسعتكم بروكه، ونهاركم بروك، واللي عندها مهم تحديدا تهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم مامتي وام سيدنا محمد، تنحبكم لله ودامت لكم الافراح والمسرات، واللي مرض الله يشافيه، واللي غايب الله يردو على خير، وتبقاو على خير.